سلام بنات، اليوم غادي نوجدو كاملين راسنا باش نديرو واحد الميك اب. واول حاجه غادي نقول لكم سمحوا لي على صوتي، صوتي دابا غليظ وشوفوا مريضه، مرضت بزاف لان الجو متقلب حاليا. المهم ندوزو الموضوع ده. اول حاجه غادي نستعمل هي ليكرون سولير ديالي ديال لوريال باري. كنستعملها اون سو مومون، مي ابري كنظن غادي نبدلها. كنستعمل ديال البشره نورمال حسب بشرتي، ماشي دهنيه ماشي جافه، والحمد لله على عزتي هذا. زعما احسن بشره هي تكون نورمال. المهم هنا درت داك الحنينه الكحله اول مره نديرها. صافي هنا غادي نستعمل، بالنسبه للكونسيلر غادي نستعمل هذا ديال توب فيس. زوين ما بيش، ماشي زوين بزاف، ماشي خايب، عاوتاني ما صالحش. المهم كندير هكا بالطريقه هذه، كندير من تحت عيني شويه فوق عيني باش كيعطي الاضاءه شويه. كنبقى كن استامبي هكا بهاد لاباليت هذه ديال فلوغمار. غادي ندير شويه ديال المارون فتوح فوق عيني، ودابا راني بديت كنغلقو شويه بشويه. هنا شويه ديال الكونسيلر فداك في هذا، المهم راكم شفتوا مع شنو سميتو، باش منين ندير فاغا بوبيير فوقو كي يثبت. صافي هنايا شويه من تحت عيني ديال فاغا بوبيير باش كيجي بحال فوق بحال لتحت، ميمكنش يكون لتحت خاوي. هنايا الايلاينر قمه التركيز في هاد اللحظه هذه، قمه التركيز باش ما تجيبيش كل عين مزاكله وداك الشيء. بالنسبه للماسكارا ديالي اللي عارفينها كاملين، هي ديال فلوغمار هاد الموف، واعره بزاف بزاف. دابا هنا راه شويه قربت سالا كتعطي غير هاد الفوليوم، اما ملي كتكون جديده راه بزاف بحال دايره فوسيل. المهم زوينه، انا عارفه كل واحد وعندو ماسكارا اللي كتعجبو، لكن انا الماسكارا اللي كنفضل هي هادي. دابا درت الفون دو طون، بعد كندير البودغ. ها هي البودغ اللي كندير ديال فلوغمارك، بودغ ليبر زوينه، احسن من بودغ فيها شي كولور ولا شي حاجه. انا الكرايون ديال فلوغمارك نيت كان نتراسي فمي، وعاد كندير الغوجا ليف. غوجا ليف ديال ماي بيلين لا ريفيرونس 05، زوينه لا ريفيرونس ديالو، لا كولور روز زوينه، الدبه جايه كيوت. المهم هنا تنقاد تكشي راكم عارفين. هنايا هاد لاباليت كان فيها، هاد لاباليت باش كتعجبني مجموع فيها كلشي، فيها كونتور بلاش هايلايتر بودغ كلشي فيها مجموع. هنا شويه كان كونتوريني في وصوبت الفغاج وكلشي. هنا كنقاد شعري غير واحد الغوتوش، ديجا مقاد صراحه، ولكن كنعاود لو غوتوش وصافي بالبلاك. صافي هنا ساليت، غادي نزيد واحد شابو في البلون، لاصقتهم ما بين هذا اللي لتحت وشابو، جاو زوينين، واحد التناسق بيناتهم زوين. المهم ستيل اليوم عجبني، اللوك اليوم عجبني، قولوا لي حتى نتوما الاراء ديالكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. المهم احنا في مراكش في جمال هنا بالضبط. نتمنى يعجبكم الفيديوهات اللي كنديروا هنا في مراكش، كندير فيهم جهد بزاف، كنخرج كنصور معاكم كلشي، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. اليوم عاوتاني غادي نشارك معكم فلوغ هنايا ونوريكم الاجواء. دابا الحال شويه مغيم، بحال اللي غادي يطيح الشتا، الله يرحمنا يا ربي وتسقينا. المهم هي ماما معنا، داكشي علاش لبست كولمونتي وداكشي شويه سخون، دابا كنحس بالصد. المهم البارح درت هاد الحنه، هادي الكحله اول مره غادي ندير حنه كحله زوينه، هي ملي كتهزكيها كتبدا تسيح وتطلق لك الزروقيه. المهم حنا عاد في الدخله، وراكم تكونوا سمعتوا داك الغياطه اللي كيغيطوا على الحنوشه. دابا حنا بغينا نتغداو، ما عرفناش فين نتغداو، غادي ندخلوا للمدينه ونشوفوا تما شي ريستورون كيديروا فيها الطواجن وداكشي وناكلو ونشارك معكم كلشي ان شاء الله. اليوم غادي نلعب المغرب، اليوم الخميس، غادي نشارك معكم الاجواء اللي كتكون هنا في مراكش. الى ربحوا ان شاء الله، نتمنى من كل قلبي يربحوا، كتكون اجواء زوينه، كيخرجوا بالماطر وداكشي كيبداو يكلاكسوني. المهم اجواء واعره، هانتوما شوفوا دابا الفلا. اخويا اخويا طحت لك كاسكيت. يا ربي يا ربي ربحوا، قال لك يا ربي ربحوا 5-0 امين. المهم ندخلوا للمدينه لداخل،
المهم انا كنمشي بالزربه وهي كتمشي بشويه وكتقول لي خصني نهز جلابتي ونجري انا ديما في هذه القاعده هذه كنمشي كنخاف تلف ليك ما كنبغيش تمشي تسبقني صافي انا نبقى غدا بشويه يلا خليكم معنا ما تمشيو فين حنا جينا لهاد البلاصه هادي زوينه شوفوا كيصرنا طلعنا حتى لاتيراس بزاف ديال الدروج بعد الماكينه ديال عبد الله الكوس ندوقو هذه زوينه واعره بصحه مالحه بصحه بصحه تصور راسها تعليم الاشياء هذا من جهلها هاي صورت صوره لكن انا صورت بغيت نخرج من التصاور ما نعرفش نخرج نشوف ها انت كتجي غير هنا كتشوفي التصويره اللي صورتي ها التصويره اللي صورتي ها انت صورت دي انا اللي صورتها صافي مات اليوم الماتش جيت لها في الكافي هادي ولكن شوفوا الناس فين واقفه كاع واقفه على برد كلي القهوه بلان هنا في جامع الفلا Thank you.
تبارك الله البنات على الخيورات. شوفوا حتى كطيح. راسي ما كملتش معكم فيديو البارح ولكن جيت ايانا سمحوا لي بزاف ما قدرتش نكمل الفيديو طحت نعست كاو وغادي نهبطوا باش نفطروا. دابا هذه 9:30 الفطور كيسالم على 10:30 صافي عندنا ساعه باش نفطروا ونطلعوا. يلا خليكم معايا. نعست على هاد الحنه في الليل صبحت كلها مطراسي عليا في وجهي مطراسي على الزروقه والله عاد حيتها غسلتها.